أول مباراة لعباس مدربا للنجم وعلى خط التماس. الحكم نادر انتظر لكنه بدأ المباراة قبل دقيقتين، ومع أول لقطة توزيع يسارية من بالح كادت تشكل خطر على وابدي حارس أشلف في الدقيقة الثالثة. أبناء زاوية تأخر ردهم، وبعد ربع ساعة توغل قيبوح سدد والدفاع تصدى مرة أولى وثانية مع تحول السيطرة لشلف، لكن بعشوائية رغم الركنيات والمخالفات. وفي الدقيقة 33 مخالفة نحو بن حملة برأسية، غير أن بن قابلية لم يصل على الكرة في شوط بدون فرص حقيقية. الثاني بدأه الأولمبي بدخول مليكة وبطيبة، شوط عاشه الأنصار على الأعصاب، وبطيبة ضيع بعد تمريرة ميليمترية من مليكة في الدقيقة 17. وفي الدقيقة 30 مخالفة كاد فيها المدافع مدور مخادعة حارسه. عباس ومقرى أغلق المنافذ، وأبناء زاوية حاولوا عبر الكرة الثابتة، لكن لا ركنية جاهل ولا تسديدة بودينا سكنت الشباك. آخر دقيقة لعبة جماعية بدأت من جيبوع إلى جاهل نحو شكري قدور شريف الذي راوغ وتحصل على ضربة المباراة ركلة جزاء وسط الاحتجاجات. من حملة نفذها كما يجب واحتفل مع الأنصار. نهاية مباراة مثيرة في المدرجات، متعبة على البساط بست دقائق بدل ضائع.